اهلا معكم مشاهدينا برحب فيكم ببرنامج ايد بايد اللي بيحكي عن دورة تدريبيه للزواج بالكنيسه المسيحيه اسمحوا لي ارحب في اول شيء بدنا نتاهل بابونا جوزيف رفور الله معك حضرتك متخصص باللاهوت الاخلاقي ورئيس المدرسه البطريركيه ودكتور هاني شديا اندرولوج واخصائي عقم اهلا وسهلا فيكم <applause> اليوم موضوع الحلقه هو الحياه الجنسيه بين الزوجين، بدنا نحكي عن اهميتها، عن المشاكل اللي بيمروا فيها وكيف بالاخير بنقدر نعطي خلاصه للزوجين ليعيشوا حياه سعيده وحياه افضل. منبلش معك ابونا من بعد هالمقدمه الصغيره قال الله للانسان في الكتاب المقدس انموا واكثروا واملأوا الارض. من بين جميع المخلوقات اخص الله الانسان بمشاركته عمليات الخلق بكائن على صورته ومثاله حين قال وخلق الله الانسان ذكرا وانثى خلقهما على صورته ومثاله فالحياه الجنسيه عند الزوجين هي من الاهميه بحيث مصير الانسانيه جمعاء يتعلق بهذا الموضوع الاساسي ابونا جوزيف شو هي اهميه الحياه الجنسيه عند الزوجين خلينا ننطلق من مفهوم الخلق بما انه بلشت بسفر التكوين آه الرب لما خلق الانسان وضع بقلبه آه حبه يلي هي بنسميها اللذه اللذه الجنسيه هي اللذه بشكل عام ان انا بكون مبسوط هذا هم الرب انه انا اكون مبسوط اني انا اكون قديس من هيك الانطلاقه من انه آه زرع في هيدي اللذه هالانجذاب العاطفي والجنسي بالوقت نفسه تجاه الشخص الاخر مشان يعني هيك نحن لما ننجذب لبعضنا كرجل وامراه بنكون نحن عم ننجذب من خلال هالعطيه يلي اعطاني اياها النعمه يلي اياها الرب لحتى يكون عم بتواصل مع الاخر ان كان على الصعيد العاطفي ان كان على الصعيد الجنسي وخصص كل شغله لحال العاطفة يلي هو الحب يلي هو العطاء والاخري والحياه الجنسيه يلي هو بكون عم بكون مبسوط من ميلي اني انا عم بتواصل جسديا مع مع الجنس الاخر وهدف التكاثر مثل ما نحن حكينا بانه عطينا وشركنا اذا بدك نقول بعمليه الخلق والاستمراريه يعني نعم هيدي نعمه خاصه مثل ما حضرتك قلتي فيها انه خصص الانسان البشريه ب التكاثر والاستمراريه في في العطاء في الحياه نعم آه دكتور هاني شديا آه اهميه الحياه الجنسيه عند الانسان من الناحيه الفيزيولوجيه هلا اهميتها آه بدك مثل ما حضره الابونا بلش مقدمته حلوه وهي فعلا لازم نعمه نشكر الرب عليها لانه تخيلي العلاقه الجنسيه بين الكابل بتصير وبيجي معها شعور الالم ولا شعور النفور قد كان الخلق بده يكون مخطط صعب وقد كان هالافور الانسان اللي بده يعمله وهالشريكين اللي بدهم يتجامعوا مع بعضهم بده يكون في له تفكير بينما اذا بتطلعي على الفيزيولوجي تبعت الانسان بتلاقي مثل الانسان هو جسمنا محضر للعملية الجنسية يعني بناخد شق الرجل اللي هي أكتر شيء سامبل نسبة للمرأة المرأة معقدة أكتر من الناحية الجنسية لأنه مرتبطة أكتر بإشياء شعور وإشياء داخلية أكتر من عند الرجل اللي هو بيلحق الأناتومي تبعت المرأة بينما الرجل هو سامبل أكتر الاناتومي تبعت المكونات الرجل ظاهره اكثر، فاذا هينه اكثر تالي نشوفها، هيدي كاول شغله اول نظره. بعدين اكيد حركه عمليه الانتصاب بتصير عند الرجل مش ضروري يكون في مخيله جنسيه واعيه، ممكن تكون بالسبكونشس فاذا هيدي كمان الشغله بتدلنا انه الامور ما كتير بسيطه مثل ما الانسان بي من من عم نحكيها هي معقده وهي آآ بتبنى آآ من من رصيد اذا بدك تقولي بالذاكره وبالنمو للشخص اللي بيكون في عنده اياه يعني ديفلوبمون سيكو اذا عم بشرحها مزبوط بالعربي وهيدي شغله كثير مهمه عند الكبل تكون موجوده تيكون في أه اول شغله يعني المطلوب انه شخصين يكون عندهم أه أه نضوج جنسي لانه أه الفعل تبع الفيزيولوجي يعني هو الانتصاب ولا الشهوه الجنسيه اذا ما كانت مبرمجه بطريقه أه لائقه بين شخصين يعيشوا مع بعضهم بنصير نقرب على عالم الحيواني مع الـ مع, الـ مع الـ احترام الجميع لا. وهون شغله كثير مهمه انه يكون هالنقطه هاي ويكون في تامل وعلم بكل مرحله من مرحلات العلاقه الجنسيه بيناتنا، يعني بين المراه والرجل. فيني افهم هون انه ممكن للرجل ان يقوم بهذه العلاقه الجنسيه برغبه فقط انما المراه يجب ان تدخل العاطفه ايضا، هذا الفرق بيناتن، يعني وصفت انه ابسط عند الرجل من عند المراه ابسط من الناحيه فيك توضح لنا اكثر لو سمحت يعني ال 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 الرجل وقت ما بيكون في اثاره جنسيه مضبوطه في عندك عامل الانتصاب عند الاغلبيه لما مش عم نحكي عن الامور المرضيه لا هلا عم, عم نحكي بالطبيعه عادة بال عادة. بال 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 بالنورمال في اشخاص اذا ما كان في اثاره جنسيه ما فيها تتم العمليه المجامعه بين الرجل والأمرأة لانه الرجل مسؤول عن عمل اكتف <applause> يعني بالعلاقة نعم <applause> بينما المرأة فيها تمارس جامع مع الرجل بلا ما يكون في عندها لا فكر ولا أي شعور جنسي نعم <applause> وهو فيها تهرب من هالطريقة من أمور تانية <applause> وعم نفوت بكتير عم نسمع مشاكل بين الزوج والمرأة من وراء هالأمور هاي لأن هيدي بتعكس بعدين الصورة <applause> وممكن تبين بعد فترة عند ال عند الشخصين <تصفيق> 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 يعني ما في الرجل يضل يخبي شعور عم بيتلقى من الشريك مش موجود لا. والعكس هو الصحيح نعم أه هل العلاقه الجنسيه هي المكان الصحيح بالحياه الزوجيه يعني هل كل كوب بده يقدم على الزواج هو بس بنظره هناك م. علاقه جنسيه هيدي مشكله المجتمع اول شيء نحن كمجتمع ما عنا تنشئه عاطفيه وجنسية ولا مره نحن تعلمنا لا من اهالينا ولا هلا هل <applause> شوي صرنا عم نعطي قيمة لهذا الموضوع يكون فيها الوعي العاطفي والجنسي من هيك نحن إذا بنطلع على الكوبليت هون أبسط أمور أنه أنا ما فيني أعيش بلا علاقة جنسية فإذا لازم أروح أتزوج يعني صرت أعتبر أنه إذا بدي أقول الحياة الزوجية هو بس للجماعة يلي بحبوا يعملوا علاقات جنسية وبالتالي بفوتوا بهذا الخطوة بفوتوا بهذا المرحلة بنشوف إنه كعلاقة جنسية يعني الحياة الزوجية هي منا سبيس منا مسافة بس لحياة جنسية لأنه إذا بدنا نحكيها علميا أو دكتور بسيشيك أكتر بنشوف إنه بعد 40 او خمسين مره علاقه جنسيه مع نفس الشخص بلش فوت بشيء اسمه الركود العاطفي الركود الجنسي بلشت تفوت بالملل حلقه خاصة أكيد ده نحكي عن نحكي ولكن صح. هون خلينا نحكي عن العلاقه اذا كانت بس هي الهدف يعني بس في احيان ابونا يعني يتجه الشاب خاصه ليعمل عيلة، يعني أنا بدي أتزوج كرمال أعمل عيلة، <applause> أما الحب فيمكن منشوفه بغير محلات، <applause> كمان هون شو هو الوضع المضبوط بالنسبة لهالزواج؟ ما مثل ما كنت عم أقول العالم عم بتفوت على الحياة الزوجية بعدة اتجاهات، بعدة أسباب. منا سبب اجتماعي إنه لأنه خلص كبرت لازم أتزوج، منا مشان أعمل العيلة اعمل عائله وهذا الشيء اجيب اولاد وهيك بغض النظر عن الحب اذا بحب ولا لا ومثل ما كنت عم اقول مسافه لحياه جنسيه ثلاثتهم بدهم شويه هيك تشدشد اذا بدنا نقول بدنا نظبطهم كلهم بيتكاملوا نا. بطريقه بطريقه صحيحه يعني مهو. ولكن ما فيني فوت على حياه زوجيه بهدف واحد مهو. العائله مهمه، الحياه العاطفيه ما هو ليش بعدين اذا بنحكي عن موضوع الخيانه ليش بنفوق على حب اخر لاني انا مع الشريك ما كنت بحبه ولسبب انه انا بس بدي اعمل عيلة وبطمن بالي بعد فتره عم يظهر عندي بارتنير عم بنغرم فيه وعم بحبه طب هولي كيف بدي اعملون مشان هيك بده يكون عندي قرار الزواج هو لازم يكون قرار اكثر على... اكثر صح نعم لازم يكون على اسس عديده من مزبور. الحب ومن الانجذاب ومن كل هالامور واذا ممكن لحتى يتوقع يكون قراري صح و... طالما قراري مرتكز على شغله وحده قرار خاص اذا كان مرتكز على شغله وحده وهو يعني القرار اللي هو الحياه الجنسيه كيف م. يتطور هذا الزواج؟ بيفشل بيفشل اذا البارتنير او بالاحرى الكوب ما تبنوا قضيه جديده يعني اذا كان بالنسبه لنا إحنا تزوجنا بس لاني انا ما فيني اعيش بلا علاقه جنسيه يمكن هذه خطوة من الخطوات اللي بلش فيها نا. ولكن ما بوقف عندها لازم يكون دايماً أنا عندي بقلب الكوب أه، إذا بدي أقول أهداف أخرى يعني من بعدها بدي يصير عندي الإنجاب بعدين العائلة بعدين يكون عندي القضية الحياة العائلية أني ابني عائلة صحيحة نا. ممكن وكأنه أنا رح أسمح بأنه تبلش من مبدأ جنسي ولكن على شرط يتطور الإنسان إذا بقي محله على صعيد جنسي محد ما بيطولوا اكثر من شهر بعدين نرجع على موضوع الطلاق والمشاكل والخيانه مشان هيك عم نشهد طلاقات كثير exactly. ومن هون سبب هيدا البرنامج موضوع هيدا البرنامج وهو التحضير للزواج بطريقه صحيحه من هون بدي اقول لك شغله <applause> الكوبل آآ آآ نص يعني 50% منه حياه جنسيه والخمسين 50 الثانيه كل شيء ثقة، <applause> تفاهم اولاد املاك مصاري كلهم ولكن no, no. no. دائما مرتبطه بال... بالبارتي سكسيوال يلي هي الموتور اذا بدي اقول بتحرك هالانسان نعم. تجاه الاخر مشان هيك بتتفرع ال 50% الباقيه كلها على موضوع الطمانينه والثقه والحياه الروحيه ورا... بس الثقل الاكبر هو الحياه الجنسيه نعم. عند الكل كيف بتاثر دكتور هاني الرغبه الجنسيه كيف بتاثر فيزيولوجيا على الانسان؟ الرغبه الرغبة الجنسية هي شيء شغل عنصر شغلة كتير فاكتور كتير مهم يكون موجود بس أكيد يعني دائما تنطابق مع حديث الأبونا لازم يكون كل شيء له كنال يعني نعمل كناليزاسيون لكل شغلة ونعرف الحدود تبعيتها ونقدر نعرف مخاطرها وين ممكن تودي لأنه الرغبة الجنسية كمان إذا كانت بطريقة منا بروبورشنال بين الشخصين بالكابل بتطلع من إطارة لأنه الإنسان الرجل يلي عنده اللي آه بيقولوا له الشبق الجنسي حيالله مرة حيالله مخلوقة إذا ما كانت إذا ما كان حتى بيقولوا إنه المرة مش عم تكفي ما دخل المرة مش عم تكفيه. في أمراض نفسية بتترجم بالتحريك هالأكس العطول موجود لأنه الفيزيولوجية تبعت الرجل عندك دايما هرمون التستوستيرون والهرمونات الاستروجين حتى و الدي ال دي اس هودي دائما بيعملوا ابل للموضوع يعني حتى الريتم تبع افراز التستوستيرون عند الشخص عند الرجل بالتحديد بيعطوا دائما لطلب لـ لـ لاتمام عمليه جنسيه نعم no. فهيدا بده يعطي نوع من الرغبه هي نعم هالرغبه هي اذا ما صار في صرف يعني عندك انت طاقه كثير عاليه اذا ما صار في صرفه بطريقه معروفة وأدركوا شو مدى الخطورة تبع كل شغلة ممكن توصل لانفصال ومشاكل بالكابل نفس الشغلة عند الامرأة إذا المرأة هي مرأة شهوانية والرجل اللي مقابلها طاقة الجنسية تنقول معتدلة كمان هذه الشغلة بدها تخلق أمور كتيرة خصوصا أنه المرأة عندها كاباسيتي اعلى من الرجل تعمل اغراء، الرجل ما في يعمل اغراء بشيء، الرجل معروف شو هو بتطلعي فيه ما بيعني يعني ما بيعطي أبل عم نحكي نحن بالقطر المضبوط هلا ديزير, نعم. ديزير معروف شو هو بينما الامراه فيها يكون عندها اغراء بحالها يما تعمل اكسبوزيشن لجمالها ولا انوثتها الزايده ولا بالناقصه بتعجب الغير فاذا المرأة هي فاكتور كثير محرك بالعلاقه الجنسيه نعم لا. أه لا كان انا بس بدي استوضح منك تأثيرها فيزيولوجيا يعني تأثير عندما ]ك. بس تصير الرغبه شو بيصير بهرمونات الراس يعني بهرمونات السعاده آه بهرمونات آه قبل السعاده هي وظائف الهرمونات الموجوده عند الرجل اذا نحكي عن عمليه التستوستيرون اللي هو اكثر شيء البالس تبعيته بتعطي اول شيء اذا بقى عقب، اذا بقى دائما الرغبه موجوده وما تنفذ عمليه جنسيه بتعمل نوع بتخلق نوع من التعصيب من العدائيه عند الرجل هيدا كان فاذن الشخص مفروض يعرف انه بفتره معينه مفروض يكون في علاقه جنسيه والا بفوت بمشاكل نفسيه من وراء العدم الاتمام العمليه فقط نفسيه هل بصير في ديجا بالفيزيولوجي اكيد يعني نفسي وعندي ديجا بالاشياء الفيزيولوجيه الا وهي العنصر الوحيد الو مش العنصر الوحيد يعني العنصر الاول البرسال اللي هو بياكل اللي اللي المشكل هو البروستات بصير في عندنا نوع من تضخم بالبروستات وهالتضخم البروستات بصير مش ضروري يكون في بكتيريا ولا فيروس مسببه هو بصير في عن ناتج عن عمليه احتقان وكبت ومن هون بس بس يتضخم وبيصير في عنا ازعاج بعمليه التبول بيصير الأشياء مربوطه بس هيدي بعمر متقدم ما هيك ما ضروري دكتور؟ ابدا ممكن يصير هيدا بعمر صغير أكيد. للرجل اكيد والاكثر شيء بتلاقي البروستاتيت يلي هي تاركة يعني ما في بكتيريا مسببتها هي جايه ناتجه من زياده الرغبه وزياده الشهوه نا. دون تنفيذ دون دون تنفيذ نعم. عند الامرأة الشغلة شوية مخفية اكتر ومرجلجة اكتر ليش؟ لانه ما عنا عملية ديناميكية عم تشتغل عند الامرأة الا بس في عنا الـ 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 الافرازات اللي بتصير عند الامرأة هي العليم اللي بتعطي ديزير نعم خليني هون فوت بموضوع آه تعاليم الكنيسة عم بيوضح الدكتور آه أنه ممكن آه يسبب مشاكل في حال آه يعني هالتستوستيرون طلع وما قدر آه الرجل يمارس آه الـ يعني الـ شو بيقولوا ساعدني <تصفيق> العملية, <تصفيق> العملية الجنسية, العملية الجنسية. <applause> طيب الكنيسة تمنع كل انواع العلاقات الجنسيه قبل الزواج، طيب هون هل الكنيسه تعرض الرجل <applause> لهالمخاطر الصحيه؟ لنكون واضحين هو ب... نحن دائما في اذا بدنا نقول بين العلم والدين بنلتقي بمطرح وبننفصل بمطرح ثاني. نعم اللي نحن عاده بنقوله ككنيسه دائما بنحط انه العلاقه الجنسيه قبل الزواج هي خطية والعلاقة الجنسية بعد الزواج هي تمام وبالواقع هو مش مظبوط مش الفكرة انه انا اذا مزوج وعملت حيال علاقة جنسية هي صح منا خطية مش هيك نحن بنرتكز للأساس بين قبل الزواج وبعد الزواج هو هالعلاقة الحب مع الآخر وبتروح لمفهوم الخطية كخطية كعلاقة جنسية هي لما يصير البارتنير هو أداة ماشين يعني عم وطيه عم عم فرغه من انسانيته لحتى يكون الي حتى يكون عم يكفيني جنسيا نعم هذا بينطبق قبل الزواج وبعد الزواج يعني مش هيك مش كل كوبل مزوجين وكل علاقه جنسيه تمام انه خلاص انه عملت علاقه جنسيه معي باسبور يلي هي ورقه الزواج قالوا ما حدا بقرب, بقرب صوبي على هذا الاساس نحن بنبلش نقيس الفكره من بعد الزواج اذا كنا عم نحكي عن قبل الزواج اكيد في صراع اكيد منه شي هين يعني هلا اللي كان عم يحكي الدكتور وكنت عم فكر بكمان بي بشيء من البرنامج آه طب تب هالاكليروس كله يلي بيندر العفه مثلا نعم. يلي مش مزوجين ان كانوا رهبان او اخوان كذا هول يعني بتوجه <applause> هذا السؤال كمان انه هول آه شو بدنا نعمل فيهم شو بده يصير بحالتهم هالرهبانات هل والبطاركي والبطاركه وكلهم هدول <applause> انه هدول شو بدنا نسالهم يعني نعم. من هيك تاثير بيولوجي آه شو التاثير يرجع علينا والى اخره ولكن انا بفهم انه في صراع عند الشبيبه يلي هي قبل الزواج وكثير بيجينا انا انا بحبها بس مش قادر اتزوج يعني شو بدنا نعمل بهذا الموضوع هل منروح على الجحيم انا يعني دائما المنطق بقول لاني انا خاطئ بالعلاقه الجنسيه بدي اروح على الجحيم فالكنيسه الاساس تبعها انه انا بدي ضل محافظ على انسانيه الاخر قدامي ارجع اتذكر انه هو هيكل للروح القدس هو حدا مهم هو منه ماشين اله بس حتى يكون عم بعمل هل عم فضي هالطاقه الجنسيه البيولوجيه اللي نحن عم نحكي عنها من هيك بنتقول كنيسة انه في عنا عده طرق منا الطريقه الوحده لحتى هل الانرجي يلي عندي اياها هي اصلا انرجي جنرال تتفرع منها انرجي سكسويال انرجي سبورتيف يعني والتفاصيل ايدي الكون انا عم طلعها بمطرح تاني بالدرس بالشغل بالسبور بكتير عده عوامل بكون هالانرجي عم طلع ولكن برجع بقول وبقول للشبيبه انه شو هي القضيه اللي انا عم ركز علي حياتي عليها إذا مثل ما أنا ماني مزوج وفيني يكون عم بعمل حياة علاقة جنسية لأنه العلم هيك بيقول <applause> يعني خلص بلا ما نفوت بالمورال خلي كل ما خلص شيء شيء بيولوجي فيزيك ما بعرف شو اتركوا هالعالم يعني نكون خربنا الدنيا عم تتخيل <applause> يعني حال أبونا ودكتور شدياء للحديث تتم أكيد رح نوقف مع فاصل مشاهدينا ونستقبل كوبل تيموا رح يحكي عن تجربته الشخصية خليكم معنا <متحدث> عودة لكم مشاهدينا برحب فيكم واسمحوا رحب بضيوفي اللي رح يعطونا شهادة حياة عن موضوع الحياة الجنسية عند الزوجين السيد شفيق أحمد أهلا وسهلا فيك استاذ شفيق وزوجته السيدة يول أحمد أهلا وسهلا فيكم أهلا فيك الدورات أهل التحضيرية للزواج أنتوا عملتوها أكيد من صحيح. كم سنة يعني نحن صرنا تسع سنين مزوجين نعم آه يعني صرنا تسع سنين عاملين للدورات. أه هل يعني قبل ما تزوجتوا اخذتوه على محمل الجد؟ يعني قلتوا انه رح تعطينا شيء ولا قلتوا انه الكنيسه في فيلا هيك نروح نعملها، كيف كان الوضع بوقتها؟ لا هلا على الصعيد الشخصي نحن كوبل كنا ملتزمين بالكنيسه قبل ما نتزوج نعم وكان هيدي من الاولويات يعني مه. كنا حاطين عليها مثل ما بقولوا امال انه تفيدنا تعطينا دفع لقدام مه. فاكيد كنا حاطين امال واخترنا نحن كنا مرجحين وين بدنا نعمل حتى سالنا قبل ونصحونا بمحل معين رحنا عليه عملنا هل كانت يعني الزاميه بوقتها ولا لا بعتقد بلا بفتكر بوقتها كان كانوا بلشوا يقولوا انه الزاميه نعم. حتى في كوب يعني كان حدا منهم مسافر أه فقالوا له لأ لازم شخص منكم يحضر والثاني بتابع أه بالسفر أه نعم اكيد أه يعني بالمراسله ممكن بالمراسله صح أه كانت الدورات ملزمين فيها برعيتكن او برات رعيتكم كانت بتمشي كابرشيه يعني هن بنعملوا كابرشيه ايه يعني وين ما بتكون ايه ابرشيه نحن بوقتها بالابرشيه وبوقتها عملتوا ابرشيه جوني صحيح شو تاثيرها للدورات التحضيريه كانت على زواجكم يعني بالحياه بالممارسه لقيتوا نفعتكم شوي كثير كيف بتقيمها هلا بكل صراحه هي مفيده بس كاختبار شخصي عم اقول على المدى القريب يعني مرتبطه شوي بفتره زمنيه يعني اول ما كنا بقلب الحدث وفتنا شاركنا بالدورات كان في كتير اشياء قيمه ومفيده بقلبها بس على على المدى على المدى البعيد بتحس انه آه بتضمحل ايه بتخف تاثيرها بتخف شوي شوي صح يعني. صحيح هل برايك آه بحاجه الدورات لمتابعه من خور الرعيه يعني هالدورات انعطت بس الكوبل هل برايك آه منيح انه يتابع من خور الرعيه بحياته الزوجيه يعني انا بقول رايك بالموضوع يعني. انا بقول اكثر من انه منيح هو حاجه ملحه لكل كوبل انه يضل في صيانه لهالعلاقه الزوجيه ومتابعه نا. بشكل من بعد الزواج مش م. بس كتحضير للزواج نعم لانه الصعوبات بتبلش بس نفوت على مؤسسه الزواج صحيح يدخل اشياء جديده على قلب الحياه انا بشوف انه من بعد الزواج لازم يكون في متابعه لحتى يكون في افاده اكثر وبتقترح انه يكون تكون المتابعه من خوري الرعيه لانه بتشوفوا اكثر يمكن بتقدسوا عنده بالكنيسه ولا ممكن هالمتابعه الروحيه تكون من شخص اخر؟ لا هي بحاجه اكثر من مرشد روحي، يعني اكيد الكوبل اللي عنده مرشد روحي يمكن كاهن الرعيه ما بلحق ل يتابع الكوبلات ككوبلات نعم. بس في اذا ما في مرشد روحي بحاجه ل يعني هي في مشاكل اجتماعيه نفسيه انسانيه غير الامور الروحيه يعني بتتكامل معها ف يعني اذا في سنتر يتابع للاصغاء للحوار لحل المشاكل بكون شيء اكثر عملي اقتراح كثير جيد اكيد بننقله للابراشية بدي اسال ستيولا رايك من راي زوجك بهذا الموضوع شو كان اهميه هالدورات التحضيريه بالنسبه لإلك وشو فادتك بحياتك الزوجيه نحن مثل ما قلنا شفيق نحن ملتزمين يعني بالكنيسه وبس في دورات للزواج انبسطنا بس انه اكيد اول مره بتروحي انه رايحه على شيء ما بتعرفيه بتروحي هيك مثل كيف اجر لقدام واجر لورا نعم. بس لما كنا نطلع من الدورات كان الانطباع حلو يعني م. نتحمس نرجع نجي مره ثانيه في كوب عطانا اختبارات حياه مشاكل صارت بيناتهم، الكوب المنتظم كان في كهنه، كان في برايك علمانية. شهادات الحياه بتفيد الكوب؟ حلوه، أنا بحسها بتفيد م -م -م. يعني لأنه عم تحكي شيء مش بس نظري يستفيد من تجربة غيره الإنسان خاصة إذا الكوب يعني اللي عم يعطي شهادة الحياة شوي واقعي، يعني لا. ما يحكينا بس مثاليات، إذا بيحكيكي بس مثاليات بس إذا بواقع بدك بس اذا بيحكيكي عن واقع المشاكل بتصير بقلب الزواج يعني انا هلا اختي عم تتحضر بدها تتزوج ضلني احكيها يعني فسر لها انه بدك تقطعي بمشاكل ما تفكري الزواج كله آه هين يعني في صعوبات نعم. كيف بدكم تتخطوها حطوا خطه عمل قبل ما تتزوجوا يعني احسن يعني يكون في خطه عمل لبعيد يعني حضرتك عم بتتابعيها يعني ل يعني مرشده لإلها لاختك وهيدي شغله ري. نحن المسيحيين مطلوبه منا انه نحن نكون عم نتابع اذا كان الرب عطينا الحكمه طبعا نكون عم نتابع يعني قرايبنا بيكون كثير قليله يا ريت وهل عندك اه راي تفضل يعني بالنسبه للاشياء اللي كنا ناخذها اغلبيتها تكون تلقينيه يعني لو بيكون في بقلب دورات الاعداد للزواج امور يتفاعل فيها الكوب اكثر مثل مشاغل مثلا يعني ينعمل ينعمل مشاغل نعم. او ينعمل امور يقدر الكوبل بس يطلعها. إيه آه. يعني شيء انه دراسه حاله يعملوا شيء بار جروب عمل مجموعات يشوفوا مثلا اذا وقع بهاي المشكله كيف معقول تنحل نعم. يعني يعطون اشياء هيك عمليه انا بحسها كمان بتطلع فعاله أكتر يعني بتفوت أكتر الكوبلات بالاشياء الحياتية بيصير هو يعني يطلع. اكيد يعني اكيد. شخص هو بيصير يطلع الاشياء نعم. ويستنبط الاجوبه مهم. غير ما انه بس يتلقاها لانه اذا تلقيت الشيء السمع شيء واذا كنت انت عم تطلع الاشياء منك اه شيء ثاني هل برايك من الاشياء اللي تعلمتها بعد كل الاسس يعني اللي تعلمتها ظابطه لهلا لان عم بتقول الى تسع سنين برايك كلها بعدها بتطبق على حياتنا هلا ولا في اشياء اكيد بدها تطوير لا في أشياء بدها تطوير، <applause> يعني في أشياء ولازم تطال اكثر احتياجات الكوبل بعالمنا اليوم. نعم، لانه كل سنة عم بتزيد متطلبات الحياة، وسائل التواصل الاجتماعي، عم تدخل على الكوبلات اه معوقات ومشاكل من برا كثير عليك، <applause> يعني من تسع سنين ما كان وسائل التواصل الاجتماعي مثل, مثل, هلأ. مثل هلا ما كانت مشكلة يعني مطروحة ما كانت في مشكلة بنا هلا عم بصير في مشكلة من هالوسائل بالذات، فأكيد يعني لازم الامور تتواكب بحسب الاحتياجات يعني نعمل ابديت للاشياء بشكل انه تلمس الحاجه اي هي, هي بدي اسال يولا شو اهم شيء تعلمتيه بالدوره وطبقتيه بحياتك الزوجيه يعني اكيد اخذنا عن اشياء وسائل منع الحمل اخذنا عن الاجهاض اخذنا عن الطرق يلي بتساعدك لتنظيم الانجاب هيك انه هو طيب انه الكنيسه هيدا رايها ولا هي الدوره بينتلك يعني هالامور ووضحت لك اياها وعلمتك عليها هلا أنا قبل ما عملت الدوره صراحه لا كنت بعرف لانه دارسة بالجيم درستهم بالجامعه يعني ولا شخص ما بيعرف راي الكنيسه ايه لا كان مهم يعني يعني انتم كنتوا ملتزمين بالكنيسه يمكن ملتزمين ودارسين لاهوت اتنيننا يعني نعم هيدا الشيء اللي ساعد ساعدنا هالشيء اكيد بس يعني صرنا نسمع اراء الكوبلات اللي كانوا معنا في ساقبوا من اصحابنا يعني معنا نا. لا اكيد كان مفيد هلا في ناس بتنتقد انه الكنيسه شوي بعيده عن الواقع عن الواقع اللي بحاجه له الناس نعم وفي ناس لا بتتقبل الفكرة يعني م -م. بتتقبل رأي الكنيسة آه كم كوبل كنتوا بدورتكم؟ كن متذكرة؟ شيء العدد؟ يعني. كان الأغلبية كان في شي آه عشرين كوبل, كوبل. هل الأغلبية كانوا بيعرفوا أراء الكنيسة ولا تعرفوا عليها الأغلبية؟ تعرفوا يعني نحن تعرفوا. اللي كنا نقعد معهم آه كلهم حاسوا شي جديد يعني م -م. عم يعرفوه م -م -م. آه أستاذ شفيق بتوافق آه مع الرأي بالنسبة للكوبلات الجديدة مثلاً انه لازم هالدورات تكون الزاميه وما حدا يغيب لانه مفيده بالنسبه للمستقبل اكيد بوافق على الموضوع لانه يعني المو... هذا الموضوع كتنظيم للحياه الجنسيه بين الكوبل هو حاجه لازم نضوي عليها بطريقه انه الانسان يفهم حاله وين رايح وكيف بدها تكون حياته وعلاقه تتوافق. الكوب كلها خاصه اذا في يعني خاصه اذا في حياه ايمانيه حياه روحيه بدها تتوافق الامور مع مشيئه ربنا نعم. دائما بكون الانسان قبل ما يفوت بهذا المشروع محتار هل الامور اللي انا أفكر فيها هي بتتوافق مع مع تعليم ربنا مع الاسس المضبوطه او انه انا اخذ فكره من المجتمع لانه تعرف اليوم في اراء كثير بتنطرح على الانسان صحيح. مع تطور آه. المجتمع بصير في اراء كثير ونحن عم نتخالط مع كثير ناس يمكن من غير دين يمكن من نفس الديانه بس عندهم افكار مختلفه حتى بنفس الديانه المسيحيه في عده اراء بالنسبه للطلاق واليوم أو... اليوم العولمة يعني نعم. حتى دخلت اذا بدنا نحكي عن انفتاح على الحياه وعلى الحياه الجنسيه في كثير افكار نحن بنلقطها من برا نعم. وبنتمسك فيها شوي هي يعني أنانية يعني فيها نوع من الأنانية من الإنغلاق على الذات من عدم النظر لحاجة الآخر هل المجتمع اللي أنتوا كنتوا عايشين فيه آه ستيولا كان آه يسمح أو وكان آه منفتح على علاقة جنسية قبل الزواج لا لا مش منفتح أكيد أبدا حتى حوار يعني نحكي مع أهلنا بهالموضوع حتى هالموضوع ما كان موجود يعني هيدا أكيد. الموضوع رح نكفي فيه بالحلقة الجاية لكن رح نخلي هيدا الرأي سوربريز للمشاهدين مشاهدينا لهون هون بكون خلصت حلقتنا ترونا بالحلقه المقبله لنتابع هذا الموضوع الى اللقاء